انا اللي كنت شايفه قبل المباراه لا يبشر بالخير، عشان بس الناس تبقى فاهمه، ودي حاجه فنيه شويه ممكن يكون الناس مش فاهمها. يا جماعه نتيجه المباراه ما بتتحددش في التسعين دقيقه، نتيجه المباراه بتتحدد من بدري قوي قبلها بكتير، مظبوط، من المباريات اللي قبلها ومن التمرينات ومن التركيز ومن اللعيبه ومن الجهاز الفني. لما انت تيجي تتكلم على نتيجه المباراه، نتيجه طبيعيه جدا لما كان قبل المباراه. كويس، ما حدش يقول لي اصل الاهلي كان كويس، الاهلي ما كان في كورتين في العارضه. ما كان في كورتين في العارضه صحيح، لكن ما دخلوش ليه؟ الاسباب، الناس اللي هي بتلعب كوره، انت حضرتك عارف وكابتن وائل عارف، المكسب ليه اسباب والخساره ليها اسباب. اكيد خساره نادي الاهلي، لان انت اولا الكلام كان كتير، التركيز كان قليل، ما قريتش فرقه نادي الزمالك صح، ما حطيتش التشكيل المناسب لفرقه نادي الزمالك، عندك مشاكل كتير قوي في اوضه اللبس، وانا عارف وحضرتك عارف والقريبين عارفين جدا، وعندك مشكله كبيره جدا مع مدير فني جاي بيقضي واجب الفتره اللي فاتت، مش عايز يبقى متواجد. واضحه يا كابتن هاني؟ واضحه طبعا بالنسبه لي، واضحه بالنسبه لي لما ابقى مغلوب ثلاثه والرياكشن بتاع وشي عادي جدا ما فيش اي مشكله، واطلع اتكلم كلام كمان اقول ان دي حاجه عاديه وده وارد في كره القدم. لا، مش وارد للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيخسرش، النادي الاهلي اكبر، يعني من اكبر انديه الوطن العربي طبعا، مع نادي الزمالك واحترامنا لنادي الزمالك وجميع نادي الزمالك، لكن النادي الاهلي ما يتغلبش ثلاثه وتطلع في المؤتمر الصحفي تقول ان ده امر طبيعي. لا، مش امر طبيعي. مش امر طبيعي ان انت تغلب وتغلب ثلاثه وتغلب بتشكيل سيء واداء سيء، لان انت ما كنتش مركز في المباراه، لان انت ما قريتش المباراه صح، لان انت ما اديتش المباراه اهميتها. وده ديربي، مش مباراه عاديه، دي مباراه قمه، مباراه بين اكبر فرقتين في مصر، فكان لازم الاستعداد للمباراه والتحضير للمباراه يبقى افضل من كده بكتير. نادي الزمالك لعب بامكانياته بقدراته، مش كان نادي الزمالك طبعا، كابتن وائل هيتكلم عن نادي الزمالك، لكن الناس قرت المباراه صح، لعبت بامكانياتها، لعبت على اخطاء النادي الاهلي، كسبت عكس النادي الاهلي. هل بتشوف المباراه دي امتداد لمباراه السوبر بالنسبه لقرايه المباراه؟ لان خلي بالك برضو المدرب الكبير في مباراه السوبر كابتن فاروق لعبت على قد الامكانيات. المدرب الكبير اللي بيبان في الماتشات الكبيره. مظبوط. لعيب النجم هو اللي بيبان في الماتشات الثقيله. لما انت لغايه دلوقتي ما انتش قادر تفهم طبيعه المدرب اللي قدامك، وانت مش بتلعب اول مره تاني مره وبيكسبك، لا، يبقى المشكله عندك انت. انت حضرتك ما انتش مركز، الطلبات الكتير قوي اللي قاعد يطلبها دي انا مش فاهم ليه، اللي هو عايز يمشي الباب يفوت مليون جمل. اي مدرب من ابناء النادي الاهلي قادر ان هو يقول اللي بيعمل الاسماء كده. طبعا النادي الاهلي بيعمل مدربين، جوزيه بتاريخه الكبير ده، وانا بالنسبه لي هو من اعظم المدربين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، لكن بره النادي الاهلي الدنيا كانت صعبه جدا عليه. كلنا عارفين ان انت في النادي الاهلي بتوفر لك كل الامكانيات وكل الطلبات المجابه علشان خاطر انت تفكر عشان تشتغل وعشان تبدع. اولا هو انا كنت بقول ان هو قريب من جوزيه، لا، الفرق كبير جدا جدا بينه وبين جوزيه. جوزيه دايما كان رد كان الفعل مش رد الفعل، كان بيقرا كويس، عارف طبيعه اللعيب المصري بيتعامل معاه ازاي، كان بيقرا الماتشات دي وكان بيديرها بشكل قوي. الماتشات الكبيره كابتن في فرق يعني، وخصوصا ان جوزيه ماتشات كبيره كان بيبدع فيها، والبطولات والماتشات النهائيه كان مميز جدا فيها. ففكره ان هو يقول ان هو زي جوزيه، لا، بيبقى محتاج وقت، سواء بقى حصول على بطولات او مكسب لمباريات كبيره. بس كنا يعني كان نفسنا تمام، لكن لا، المسافه لا بعيده جدا.